هي مرحلة فارقة بين ما وما قبلها وما بعدها. ما قبلها الاستبداد، استبداد الأئمة واستبداد النظام العائلي، وما بعدها السعي للمشاركة في السلطة والثروة. هي فعلا مرحلة تحول، تحول إلى مشاركة المجتمع كله في إدارة مرحلة البلاد، وإن كنا نعاني. وأنا أوجه رسالة للفئة الصامتة أنه لا حياد، لا حياد في هذه الثورة، لأنها ثورة ما بين من يسعى على أساس أن يكون هو السيد وجعل بقية الشعب هو العبد. ينبغي على الجميع أن يسيروا وراء الثورة. هذه التحولات، أولا الانتقال إلى الدولة الاتحادية، الدولة الاتحادية التي تتوزع فيها السلطة والثروة. تحول الفكر، تحول في المخيلة، في العقلية اليمنية، أننا استطعنا بفضل الله عز وجل أن نقول للباطل باطل، أن نقول للظلم لا، أن نقول لعفاش وأصحابه لا وألف لا. ولولا تدخل الانقلابيين، تدخل الانقلابيين وتدخل التيار الحوث عفاشي، لا كنا بحمد الله وفضله كنا في ازدهار وانتعاش واقتصاد وغير ذلك من الأمور التي دائما تتبع الثورات. ولكن حاول هؤلاء الانقلابيون أن يجهضوا هذه الثورة، لكن بفضل الله عز وجل سنصمد في الميادين، سنصمد في المقاومة، وسنستكمل مسيرة 11 فبراير بإذن الله عز وجل. أبرز التحولات التي أحدثتها ثورة فبراير هي الثورة السلمية والخروج إلى الشارع والإنصار على الظلم والاستبداد والحكم الكهنوتي. ونصف هذه الثورة بأنها انتصار للحرية وتحقيق العدل والمساواة. ثورة 11 فبراير ثورة أعادت سبتمبر وأكتوبر اعتبارها وصححت البوصلة وعادتها إلى مسارها الصحيح. يكفي من ثورة 11 فبراير أنها قضت على التوريث، وجاءت من أجل العزة والكرامة، جاءت من أجل أن يكون الشعب هذا سيد نفسه ويحكم نفسه بنفسه، وجاءت من أجل توازن بين السلطة والثورة، بين السلطة والثروة. استطعنا أن نقول أن الشعب خلع الرئيس السابق أو ما نسميه المخلوع، وصل بالديمقراطية بانتخاب رئيس جديد، شكلت حكومة استطاعت أن تقوم بدورها المطلوب. لولا الانقلاب لكنا الآن في أحسن حال وفي أحسن وضع. مع هذا كله ما زالت الثورة مستمرة، وسنصل إلى أهدافنا.